بعد عام دراسي متعب ها هي بيلسان تروح عن نفسها رفقة صديقاتها في رحلة ترفيهية إلى بحيرة أم لحناش بميلة احنا جينا في في رحله مع المدرسه القرانيه تاعنا الى بحيره ام الحناش كانت الاجواء مليحه وكذلك استمتعنا بالالعاب الترفيهيه بالألعاب الترفيهيه على, على العام بكل الرحله من تنظيم المدرسه القرانيه حراء للمكتب البلدي لجمعيه الارشاد والاصلاح الجزائريه تخللتها نشاطات وألعاب استمتع بها الاطفال وادخلت البهجه على قلوبهم خاصه مع روعه وجمال المكان خاصة بأطفال المدرسة كل فئات من خمس سنة من سنوات فما فوق الوجهة كانت إلى بحيرة أم الحناش حيث تخلل تخللت الرحلة مجموعة من النشاطات خاصة بالأطفال منها نشاطات ترفيهية ونشاطات تساعد على التركيز جئنا اليوم إلى في رحلة ترفيهية إلى بحيرة الحناش ولعبنا وجرينا واستمتعنا بالمناظر الخلابة بعد عام طويل من الدراسة ولعبنا ألعاب ترفيهية واكتشفنا مناطق خلابة حتى أن التنظيم تاع الرحلة كان تنظيم محكم وجيد جدا والمعلمات خلقوا لنا جو ممتع كما الجو اللي خلقوه هنا كنعودوا نحفظوا في المدرسة القرآنية بيلسان كبقية الأطفال استحسنت وأحبت أجواء الرحلة التي تشحن طاقتها وتحفزها لإكمال حفظ القرآن الكريم في العطلة الصيفية